أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا حبيبنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين والصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم واتبع هديهم وسار على منوالهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني الدارسين والدارسات بالانتساب المطور بجامعة تبوك بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع المحاضرة العاشرة من مادة فقه الأسرة 2 والدكتور صبحي عويس أحمد. نتحدث في هذه المحاضرة بإذنه تعالى عن الأحكام التي تتعلق بنفقة الزوجية، وسنتناول في هذه المحاضرة إن شاء الله شروط وجوب نفقة الزوجية وتقدير نفقة الزوجة ومن لا نفقة لها من الزوجات، ثم مسائل تتعلق بنفقة الزوجية، ثم مسائل تتعلق بنفقة المطلقات. ولهذه المحاضرة أهداف: أولا، أن يتعرف الطالب على شروط وجوب النفقة بالنسبة للزوجة. 2، أن يتعرف الطالب على أحكام تقدير نفقة الزوجة. 3، أن يتعرف الطالب على أحكام من لا نفقة لها من الزوجات. 4، أن يتعرف الطالب على بعض المسائل التي تتعلق بنفقة الزوجة. 5، أن يتعرف الطالب على أحكام نفقة المطلقات. أولا، نقول وبالله التوفيق شروط وجوب نفقة الزوجة: تجب نفقة الزوجة على زوجها إذا تحققت الشروط التالية. الشرط الأول عند الأحناف: أن يكون عقد النكاح صحيحا، لأن الزواج الفاسد أو الباطل لا تستحق الزوجة بموجبه النفقة، لأن الواجب عليها، لأن الواجب على الزوجين في غير النكاح الصحيح هو الافتراق. 2، الشرط الثاني: ألا يفوت حق الزوجة في الاحتباس بدون مبرر شرعي. ألا يفوت حق الزوج في الاحتباس بدون مبرر شرعي وبسبب ليس من جهته. فعلى هذا، إذا امتنعت الزوجة من الانتقال إلى بيت زوجها، أو منعت الزوج من الدخول في بيتها الذي يقيمان فيه من غير أن تطلب منه الانتقال بها إلى منزل يعده لها ولم يفعل، فحينئذ لا تجب لها النفقة. وكذلك لو سافرت بدون إذن من الزوج ورضاه لا نفقة لها، إن كان قد وفى لها بجميع حقوقها عليه كالماري. شرط الثالث: أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق أغراض الزوجية ومتطلباتها. فلو لم تكن صالحة لذلك بأن كانت مجنونة مثلا فلا نفقة لها، لأن احتباس الزوج لها لا يؤدي إلى حصول المقصود من النكاح. وذهب المالكية والشافعية إلى أن النفقة، إلى أن نفقة الزوجية تجب للزوجة على زوجها بشرط كون الزوجة ممكنة زوجها من نفسها، وأن تكون مطيقة للوطئ بلا مانع منه، وأن يكون الزوج بالغا. واشترط المالكية لنفقة الزوجة غير المدخول بها ألا يكون أحد الزوجين مشرفا على الموت، علاوة على ما تقدم اشتراطه. وهذا الشرط الأخير في غير المدخول بها. أما المدخول بها فإن نفقتها تكون واجبة على زوجها مطلقا. بعد أن تحدثنا عن الشروط، ننتقل بعد ذلك إلى تقدير النفقة. فما مقدار نفقة الزوجة على زوجها؟ يعتبر الحاكم
تقدير نفقة الزوجة بحال الزوجين يسارا وإعسارا، أو يسارا أو أحدهما، أو يسار أحدهما وإعسار الآخر عند التنازع بينهما. فيفرض للموسرة تحت الموسر من النفقة قدر كفايتها مما تأكل الموسرة تحت الموسر في محلهما، ويفرض لها من الكسوة ما يلبس مثلها من الموسرات مثل بذلك البلد، ومن الفروش والآثاث كذلك ما يليق في ذلك البلد. ويفرض للفقيرة تحت الفقير من الكوت والكسوة والفروش والأساس ما يليق بمثلها في البلد. ويفرض للمتوسطة مع المتوسط والغنية تحت الفقير والفقيرة تحت الغني ما بين الحد الأعلى وهو نفقة الموسرين والحد الأدنى وهو نفقة الفقيرين بحسب العرف والعادة، لأن ذلك هو اللائق بحالهما. لكن هناك بعض الزوجات لا نفقة لها على الإطلاق، فمن هي الزوجة التي لا نفقة لها؟ تحدث الفقهاء عن ذلك فذكروا: واحد، المنكوحة نكاحا فاسدا شرط وجوب النفقة والسبب في التزام الزوج بها كما ذهب إليه جمهور المالكية والشافعية ومن وافقهم، هو الزواج الصحيح بصرف النظر عن كون ما يترتب عليه حمل أو لا. فمتى وجد الزواج الصحيح وحبست فمتى وجد الزواج الصحيح وجبت النفقة على الزوج حيث لا مانع شرعا من ذلك. اثنين، الزوجة المحبوسة، إذا حبست الزوجة عن زوجها سقطت نفقتها لفوات تمكنه من الاستمتاع بها، والنفقة إنما تجب في مقابل الاستمتاع. ثلاثة، الزوجة الناشز، إذا نشزت الزوجة عن زوجها فإنها تسقط نفقتها، والنشوز هو معصيتها إياه فيما يجب عليها له، كما لو امتنعت من فراشه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن يليق بها أو خرجت من منزله بغير إذنه، فلا نفقة لها في هذه الأحوال لأنها تعتبر ناشزا لا يتمكن من الاستمتاع بها، والنفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع. أربعة، الزوجة الموظفة، الزوجة الموظفة التي تشتغل بمهنة أو وظيفة حكومية أثناء النهار وتقوم بأشغال البيت ومطالبه أثناء الليل أو العكس، لا يخلو الوضع من أن يكون الزوج راضياً قيامها بالعمل وأداء مهمة الوظيفة أو لا. الحالة الأولى، إذا كان خروج الزوجة للعمل برضا الزوج وإذنه وعلمه لتساعده على متطلبات الحياة ومشكلات العصر، وفي هذه الحالة يكون للزوجة النفقة على زوجها لأن عملها كموظفة، وإن كانت قد فوتت على الزوج شيئا من حق التمكين التام والاحتباس الكامل، إلا أنه تفويت جزئي لا يخرج عن دائرة رضاه وعلمه، وهذا الحق الفائت حق خالص له من حقه أن يتصرف فيه بما شاء. أما الحالة الثانية، وهي التي يكون خروج الزوجة للعمل بدون إذن الزوج ورضاه، ففي هذه الحالة لا يكون للزوجة نفقة على زوجها لعدم رضاه بعلمها وعدم تحقق كمال الاحتباس والتمكين الموجب للنفقة، ولأن عملها واحترافها
بعد علمها بعدم رضا زوجها عن عملها وعدم امتثالها لأوامره تعتبر ناشزة، وهذا يعتبر نشوزا، والنشوز مسقط من مسقطات النفقة على الراجح. 5، الزوجة المسافرة، لو سافرت الزوجة لحاجتها فإنها تسقط نفقتها، لأنها بذلك منعت نفسها منه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها. 6، المرأة المتوفى عنها زوجها، والمرأة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها من تركة الزوج، لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة، ولا سبب لوجوب النفقة عليها، فتكون نفقتها على نفسها أو على من يمونها إذا كانت فقيرة. وإذا كانت المتوفى عنها حاملا وجبت نفقتها في مدة الحمل أو في حصة الحمل من التركة إن كان للمتوفى تركة، وإلا وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسر. هناك بعض المسائل تتعلق بنفقة الزوجة، منها كيفية دفع النفقة. إذا اتفق الزوجان على دفع قيمة النفقة، أو اتفق على تعجيلها أو على تأخيرها مدة طويلة أو قليلة، جاز ذلك لأن الحق لهما. وإن اختلف وجب دفع نفقة كل يوم من أوله جاهزة، وإن اتفق على دفعها حبا جاز ذلك لاحتياجه إلى كلفة ومؤنة، فلا يلزمها قبوله إلا برضاها. وتجب لها الكسوة كل عام من أوله، فيعطيها كسوة السنة. ومن غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة، أو كانت حاضرة ولم ينفق عليها، لزمته نفقة ما مضى، لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان. لكن متى يكون وقت النفقة، وقت وجوب النفقة؟ قال: ويبدأ وقت وجوب نفقة الزوجة على الزوج على زوجته من حين تسليم نفسها له. يعني تجب نفقة الزوجة على زوجها متى سلمت نفسها له. لكن في حالة إعسار الزوج إن أعسر بالنفقة، فإن للعلماء في هذه المسألة قولين. القول الأول أن للزوجة الحق في فسخ نكاحها منه، لحديث أبي هريرة مرفوعا: فالرجل الذي لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما، رواه الدارقطني. ولقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساك بمعروف. وبذلك لو طلبت التفريق بينها وبين زوجها المعسر بنفقتها فإنها تجاب لطلبها، ويفرق القاضي أو من يقوم مقامه بينهما، وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أن ذلك لا يسوغ لها طلب الفسخ أو طلب الفرقة، بل تؤمر الزوجة بالاستدانة عليه بعد فرض النفقة لها عليه، وتصبر حتى يوسر، وهو ما ذهب إليه الحنفية والظاهرية. لكن لو كان الزوج غائبا فماذا تفعل الزوجة؟ قال: وإن غاب زوج موسر ولم يدع لامرأته نفقة، لم يترك لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله أو استدانتها عليه، فلها الفسخ بإذن الحاكم. فإن قدرت على ماله أخذت قدر كفايتها، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما ذكرت له أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها. 5، نفقة المطلقات. المطلقة البائن بينونة كبرى أو صغرى لا نفقة للمطلقة البائن بينونة كبرى
أو بينونة صغرى ولا سكنى لما في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفقة لك عليه ولا سكنى. قال العلامة ابن القيم المطلقة البائل لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لموافقة الكتاب كتاب الله وهو مقتضى القياس وهو مذهب فقهاء الحديث، إلا أن تكون المطلقة البائنة حاملا فلها النفقة لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، ولأن الحمل ولد للمطلق فلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه. قال الموفق وغيره وهذا بإجماع أهل العلم، لكن اختلف العلماء هل النفقة للحمل أو للحامل من أجل الحمل، وهذه أقوال بسطت في كتب الفقه فليرجع إليها من أراد أن يتزوج. بعد هذا العرض الموجز لنفقة الزوجية وما يتعلق بها من أحكام والشروط الواجب توافرها والحديث عن الزوجات التي لا نفقة لهن والحديث عن نفقة المطلقات، وتحدثنا عن كل ذلك بالتفصيل، أرى أن نعقب هذه المحاضرة بالأسئلة لعلها توضح المقصود وتوضح الغرض المطلوب. السؤال الأول: اذكر شروط وجوب نفقة الزوجية. السؤال الثاني: تحدث عن اثنين من أحكام تقدير نفقة الزوجية. السؤال الثالث: هناك أحكام لمن لا نفقة لها من الزوجات، تحدث عن أحد الأحكام. السؤال الرابع: ما أحكام النفقة لكل من المطلقة البائن بينون صغرى والمطلقة البائن بينون كبرى، ومتى تجب النفقة للمطلقة سواء كانت بينون صغرى أم بينون كبرى؟ بهذا نكون قد فرغنا تماما من المحاضرة العاشرة، ونحن على أهبة الاستعداد للمحاضرة الحادية عشرة في اللقاء القادم إن شاء الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، سائلا الله عز وجل لكم التوفيق والسداد، أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.